انطلاقة أول أشواطنا في هذه الفترة المسائية والمخصصة لمنافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ من أشواط التميز لسن الصغار. على بركة الله بدأنا بانطلاق أول الأشواط، ومع هذه البداية نتشرف مشاهدينا متابعينا الكرام بحضوري وتشريفي ومتابعة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي حفظه الله لهذه الانطلاقة، ونبارك لسموه أيضا عبر كل محبي وعاشقي الأصايل فوز سموه ببطولة كأس سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم للقدرة التي كانت بالأمس على مدينة دبي الدولية للقدرة في هذا المحفل الرياضي الكبير الذي تنافس فيه فرسان العالم. هنا تحيتنا أيضا من خلال هذه الانطلاقة والترحيب بسمو الشيخ المر بالمكتوم المكتوم المتابع الدائم لانطلاقة رياضتنا العربية الأصيلة. نبدأ على بركة الله بعد الترحيب بكل متابعينا أيضا محبي أصالة التراث في هذا الانطلاق. هملولة هي البادية على مقدمة شوط لسمو الشيخ زايد بن حمدان بزايد النهيان يمع بن عتيج بن جسلة، الرميثي ضمرها بينما هملولة على المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد هناك المركز الثالث، وجنه على المركز الثالث لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير وبرع المركز الخامس لسمو الشيخ زايد بن طحنون بن محمد النهيان وعيسى بن سعيد الخيلي في تضميرها، بينما انتقلنا إلى المركز السادس في وجود سرابة لهجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن غدير المركز الثامن. عودة إلى المركز السابع من خلال هذا الانطلاق وجود مياسة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مسري بن سالم بالعرطي الحميري، وعلى المركز التاسع ننطلق مع الطيارة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مع عتيج بن سالم بالعرطي الحميري. والمركز العاشر هناك انطلاقة أيضا الشاهينية لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم مع حمد بن الضعيف بن غدير. هذه الأسماء هنا 5 كيلومترات مشاهدينا الكرام في منافسة هذا التحدي، منافسة هذا الاندفاع، منافسة هذه الرياضة العربية الأصيلة. شوف تجمع الصدارة، تجمع المقدمة الذي نحتفل أيضا بوجود هذه النوعيات المتميزة، وهي أيضا من المفاجآت المتميزة التي تكتب أيضا سطور النجاح في حضورها المتميز. الصدارة على القمة، نعود مع وجنه التي ترسم وجنة هذا الشوط وخده في الحضور الأول في هذا الانطلاق لهجن العاصفة وواثق المضمرين حمد بن راشد بن غدير أيضا يتقدم بثقة مع وجوده في ظل هذا الشعار. سرابة على المركز الثاني أيضا لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير ومياسة، وصلت في المركز الثالث لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مع مسري بن سالم بالعرط الحميري الطيارة. على المركز الرابع لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مع عتيج بن سالم بالعرطي الحميري الذي يكمل هذا التحدي. هملولة على المركز الخامس في مواصلة العطاء لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع أحمد بن سلطان بن رشيد الخطير، وهنا شوايين تظهر في المركز السادس لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير. المركز السابع يا سلام وبرا لسمو الشيخ زايد بن طحنون بن محمد النهيان وعيسى بن سعيد الخيلي في التضمير والإدارة. هملولة وصلت هنا في المنافسة لسمو الشيخ زايد بن حمدان بزايد النهيان يمع بن عتيج بن جسلة الرميثي، والشاهينية على المركز العاشر لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، وأيضا التضمير حمد بن الضعيف بن غدير. الله، هذه الأسماء الأولى في يوم التميز. هنا أشواط المتميزين فقط والذين عبروا أيضا التأهيل إلى هذه الانطلاقات، إلى هذه المنافسات، إلى اندفاعات هذه الرياضة العربية الأصيلة. نبدأ من خلال المسار في هذه اللحظة، وهنا تنطلق هذه الهجن تسير إلى بداية الإثارة، بداية المنافسة والتحدي
والاندفاع الذي يشهده هذا الشوط الأول. بدينا نطالع أيضا هنا، نطالع المنصة من بعيد، نطالع البداية من بعيد، والصدارة لا زالت على المركز الأول، هي سرابة، سرابة في المركز الأول، والقادمون قادمون في التشكيل والإدارة والانطلاق. المركز الثاني وجن على المركز الثاني لهجن العاصفة مع مسافتنا 1200. يا سلام في هذه اللحظة الوصول إلى مياسة في المركز الثالث لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، ساري بن سالم بن عرطي الحبيري، والطيارة بدأت لها في الانطلاق لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مع عتيج بن سالم بن عرطي الحميري في هذه المنافسة. عملون التصل لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع أحمد بن سلطان بن رشيد. يا سلام هذه خماسية النهاية، ولكن أعود إلى المقدمة، أعود إلى البداية هناك. شوف ما شاء الله الانطلاقات التي تفرض هذه المنافسة الثنائية في هذا الاندفاع. سرابة تحافظ، وجن تحاول من خلال هذا الانطلاق للتصدر في هذا الشوط. سلام انطلقت وجن على المركز الأول، شوف التسلل الذي يحمل وجن وانطلاقة وجن وصدارة وجن لهذا الشوط الأول، شوط الخاص بالمحليات. ما شاء الله وتبارك الله. سجل إذن أيها المسجل ودون يا من تدون النتيجة لهذا الشوط من خلال هذا الانطلاق. تهانينا والناموس لهجن العاصفة ومالكة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على الفوز بالمركز الأول من خلال انطلاق وجنه في الصدارة، والتي تتابعها في مسارها سرابة لهجن العاصفة. ما شاء الله تهانينا لواثق المضمرين حمد بن راشد بن حمد بن غدير. انطلقت هذه الهجن، طارت هنا التحديات، سارت ما شاء الله وتبارك الله، تقترب من خط النهاية، تطالع لحظات الاندفاع، تطالع أيضا هذه الانطلاقة وتقترب من نهايته من خلال هذا المسار. ما شاء الله وتبارك الله، تقترب وجنه من خط النهاية في هذه اللحظات. المركز الثاني سراب الهجن العاصفة، المركز الثالث هملوي لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، المركز الرابع الطيارة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، والمركز الخامس كانت مياسة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. ما شاء الله إذا شوطنا الأول يعلن وجوده بقوة، وينطلق أيضا حامل هذه الانطلاقات والتحديات والمنافسات التي يشهدها هذا الميدان. ننطلق مع الشوط الثاني وبداية اندفاع ثاني يحمل لنا هذه الأسماء الجميلة والمتميزة في هذه الانطلاقات، والتي تندفع بها هنا الهجن من خلال هذه اللحظات. أعود بالتوقيت الزمني 7:32 وجزء واحد من الثانية هو التوقيت الزمني الذي صاحب وجنه في هذا التحدي. تهانينا والناموس، بينما المركز الثاني كان من نصيبي سرابة اللي وصلت في المركز الثاني أيضا. تهانينا والناموس لهجن العاصفة، تهانينا لحمد بن راشد بن حمد بن غدير في هذا الانطلاق، وهنا أيضا 7:36 وجزئين من الثانية أيضا. تهانينا والناموس في المركز الثالث، كانت فيه إثارة المنافسة التي حملت انطلاقة هذه التحديات كانت هملولة. تهانينا والناموس مشي حمد بن راشد المكتوم، تهانينا للخطير أحمد بن سلطان بن رشيد. إذن هذه الأسماء التي تعلن هنا التوقيت الزمني 7:38، 3 من الأجزاء من الثانية في هذه المنافسة المتميزة. ما شاء الله وتبارك الله، نواصل للعطاء، نواصل الانطلاق، نواصل